بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا هو مجلسنا الأخير في مقاصد الصيام، ننهي به الليلة بعون الله تعالى ما يتعلق بهذا الباب من فقه الصيام، أعني الحديث عن المقاصد. تذكيرا بما سبق وربطا بما سيلحق، فإن الذي تقدم في المجالس الثلاثة تناولنا فيه أولا، في المجالس الأربعة تناولنا فيه أولا مقدمات تكلمت عن تعريف المقاصد والمراد بها، أهميتها، مكانتها في فقه الشريعة، والربط بين هيئة العبادة الظاهرة ومقاصدها وآثارها وأهمية تحقيقها وما يترتب على غيابها. ثم كان الحديث عن مقاصد الصيام باعتباره موضوع الدورة، وتحدثنا عن أول المقاصد وأعظمها، وهو تحقيق التقوى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تناولنا الحديث عن معنى التقوى، ثمراتها، أهميتها، كونها مقصدا شرعيا سعت الشريعة إلى إيصال العباد إليه. والحديث تم فيما بعد عن طريق تحقيق التقوى بالصيام وسبل ذلك، والحديث عما يضاد ذلك ويناقضه من أجل الوصول إلى هذا المعنى الكبير. جلسة البارحة كان فيها الحديث عن المقاصد التي تأتي بعد هذا المقصد الأكبر، وهو تحقيق التقوى. تحدثنا فيه عن مقصد كبير هو تزكية النفوس، ومر معنا المراد به وأهميته، وكيف الربط بين الصيام وتزكية النفوس، وكيف نصل إليه من خلال عبادة الصيام. اليوم نختم بعون الله تعالى بنقطتين اثنتين، أولاهما الحديث عن تتمات هذه المقاصد، ثم الحديث عن ثمرات الصيام ليكون مكملا لموضوعنا بعون الله تعالى. إذن ثالث المقاصد الذي سنكمل به حديثنا عن مقاصد الصيام هو مقصد تحقيق الصبر وقوة العزيمة. هذا أحد مقاصد الصيام في الإسلام، أن نتعلم الصبر أيها الصائمون، وأن يكون لنا بصيامنا طريقة نرتقي بها الصبر. لماذا الصبر؟ لأنه منزلة رفيعة في الشريعة ومقام كريم من مقامات العبودية لله. الصبر عبادة؟ إي نعم عبادة. قال الله سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصبر عبادة، سواء كان صبرا على طاعة الله، أو كان صبرا عن معصية الله، أو كان صبرا على أقدار الله، كل ذلك من الصبر الذي أمرنا به معشر العباد، أن تصبر على طاعة الله والتكاليف التي أمرك بها الله: صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وإحسان ونفقة ومعروف، أو أن تصبر عن المعاصي فتصبر نفسك عن المحرمات، عن الشهوات، عن حظوظ البصر، الفرج، عن شهوات النفوس، عن نزغات الشياطين فتجاهد نفسك، هذا صبر. والصبر الثالث على أقدار الله، المصائب والمحن والابتلاءات والفتن، عندما تصبر عبد الله فأنت تؤدي عبادة لا وعبادة رفيعة من أشرف العبادات التي يحبها الله. الصبر يا أحب من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له. الصبر منزلة رفيعة، ومن أوتي الصبر أوتي حظا عظيما وخيرا كثيرا. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. كيف نتصبر؟ تأتي عبادات في الإسلام ترتقي بنا إلى هذه المرتبة الرفيعة، مثل الصيام. الصيام بعبادته التي فيها مجاهدة وإمساك وحبس هو تعويد على الصبر. إذن الصبر اتفقنا الآن أنه منزلة رفيعة ومكان شريف في العبادات في الإسلام، والله عز وجل اصطفى فئة من عباده، هيئهم لدرجات الكرامة والإمامة،
لكن أي صنف هم؟ قال سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. ها، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي قراءة حمزة والكسائي: لما صبروا، يعني بسبب صبرهم. إذن طريق الإمامة في الدين من أين يأتي؟ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال عدد من أئمة الإسلام. إذن بالصبر. لما نتحدث عن الصبر ونتعلم الصبر ويتصبر أحدنا في حياته، ثق تماما أننا نتكلم عن مرتبة رفيعة وشرف عظيم في الإسلام. أحد مقاصد الصيام يا كرام هو تعليم الصبر وتحقيقه في نفوس الصائمين. نعم، نحن بالصيام نتعلم الصبر خطوة خطوة ونرتقي في درجاته درجة درجة. الله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. فسر بعضهم الصبر في الآية بأنه الصوم. لما؟ لأن الصوم والصبر وجهان لعملة واحدة. فأنت صوم، إذن أنت تصبر. بصيامك أنت تتمثل الصبر الذي تشتاق نفوس المؤمنين للوصول إليه. بصيامك أنت صابر. لكن فرق بين صابر بالظاهر فقط وصابر بالظاهر والباطن. من هو الصائم بالظاهر؟ نعم، أهون الصيام ما هو؟ ترك الطعام والشراب، أهون الصيام. هذا هو الصيام الظاهر، إذن هذا صبر ظاهر. الصبر الباطن هو صيام القلب، هو صيام النفس، هذا المعنى الأشرف. إذن الصيام صبر. بل جاء في الحديث الذي حسنه الترمذي وإن ضعفه الألباني رحم الله الجميع: الصوم نصف الصبر، للدلالة على ما بين الصوم والصبر من علاقة وثيقة. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. لا يصح الحديث مرفوعا، لكنه صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا من قوله: الصبر نصف الإيمان. يا أخي، تخيل أننا بصيامنا نتعلم نصف الإيمان، هذا مقصد عظيم في الصيام. قال: واليقين الإيمان كله. قال ابن رجب رحمه الله: فإن الصيام من الصبر، والله قال: فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن أحد مقاصد الصيام هو أن نتعلم الصبر. لاحظ، في الصيام أنت تصبر على طاعة الله. كيف؟ كيف؟ في الصبر، في الصيام أنت تصبر على طاعة الله. كيف؟ تصبر على طاعة الله، تصبر بأن تصوم عن الطعام والشراب وعن فطر العين وفطر اللسان وفطر القلب. أنت إذن تصبر على طاعة في صومك، مهما كان الحر شديدا والصيف ساخنا والنهار طويلا، لكنك تصبر على طاعة الله، وتعرف أنك بصيامك مهما تعبت ذلك اليوم أو خرجت في طلب رزق ومعاش فأدركك حر الظهيرة وقطع جوفك وتصببت عرقا، لكنك أبدا لا تستعد أن تتنازل عن يوم أو ساعة من صيامك لأنها طاعة، فأنت صابر عليها. هذه الصبر على طاعة الله. في أثر عجيب تقشعر منه الأبدان يرويه الحسن البصري رحمه الله، يقول: إن الحورية في الجنة تقول لولي الله وهو متكئ معها على نهر الخمر في الجنة. يصف الآن مشهدا من مشاهد الجنة. يقول: الحورية تجلس مع الولي الذي أصبحت زوجة له، فتقول له: أتدري أي يوم زوجنيك الله فيه؟ فيقول: لا. تقول: إن الله تعالى نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين، يوم حر وصيف شديد ونهار طويل، وأنت صائم، فباها بك ملائكته وقال: انظروا إلى عبدي ترك شهوته وطعامه من أجلي. قالت: فذاك يوم زوجنيك الله. يا أحبة، يا أحبة، صيام الصائم لون شريف من الصبر على طاعة الله مهما كان. أقول هذا بين يدي أيام مقبلة في شهر الخيرات، في صيف ربما يكون ساخنا وحارا شديدا ونهارا طويلا، لكنه والله في طاعة الله ما ألذه في سبيل الله. الصوم أيضا صبر عن المعاصي،
عندما يزين لك الشيطان ويمنيك ويغريك بشيء من فطر الفم أو فطر الفرج أو فطر السمع أو فطر البصر ويزين لك، فإذا أنت صابر هذا صبر. إذن الصوم حقيقة يقود المؤمن إلى درجة الصبر، وهذا مقصد شريف. المقصد الرابع الذي أختم به مقاصد الصيام في الحديث في هذه الدورة، مقصد تكافل المجتمع ومواساة المحرومين. أحد معاني الصيام يا أحبة أن تتعلم تجربة الجوع ولو ساعات من نهار، هذا إن شعر أحدنا بجوع. فإذا شعرت به وجدت ما يجده المحرومون في حياتهم، الفقراء والمعدمون والمساكين والمحاويج الذين ربما مرت عليهم أيام في العام وإذا هم جياع لا يجدون ما يسد جوعتهم، وإن وجدوا أياما فقدوه أياما مضاعفات، وهكذا حياة الفقر والبؤس والقلة والعدم يعيشها فئة ممن ضيق في أرزاقهم. فإذا وجد الصائمون في أمة الإسلام جميعا، الأمة كلها تجوع في نهار رمضان، وجدوا أنهم في هذا سواء مع إخوتهم الفقراء، فإذا وجدوا شعور الجوع عرفوا معنى ما يجده الصائم بصومه وما يجده الفقير بفقره طيلة العام. فهذا ولا شك سيعود على القلوب المسلمة تجاه إخوانها بمزيد من العطف والمواساة، فيعطف ويحن ويشعر بمعاناة إخوانه. قال ابن الهمام رحمه الله وهو يتكلم عن مقاصد الصوم، يقول: إنه يعني الصائم لما ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا حاله في عموم الأوقات فتسارع الرقة إليه. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: سئل بعض السلف لما شرع الصيام، فقال: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. هذا مقصد شريف يا أخي. لما ذكر الله أهل الجنة ووصفهم جاء في عداد أوصافهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال عليه الصلاة والسلام وهو يذكر الأوصاف والخصال التي تدخل الجنة، يقول: عباد الله، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أطعموا الطعام يا أحبة، إطعام الطعام من العبادات الموصلة والله إلى أبواب الجنان، وتقود العبد. لا تستقل لقمة تعطيها إلى مسكين وشيئا من القوت توصله إلى بيوت الفقراء والمعدمين. هذا عمل شريف في الإسلام. أتظن أنك إذا اشتريت غداء وعشاء وخبزا وأرزا وشيئا من الأرزاق فأوصلتها إلى باب الأسر من الأرامل والأيتام والفقراء، أتظن أنك أقل أجرا من ذاك الذي قضى ليله قائما أو قارئا للقرآن أو طائفا بالكعبة؟ لا والله، هذا من عمل الجنان. والله عز وجل أيضا يتوعد أولئك الذين قست قلوبهم فلم تحن ولم تشفق على إخوانها من الفقراء من المعدمين المحاويج. المسلم حي قلبه كما هو مع ربه رقيق الدمعة حاضر الخشية، هو أيضا مع إخوانه المسلمين لين الجانب سخي اليد كثير البذل والعطاء. هذا باب كبير. والله عز وجل يتوعد: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا وصف ذميم، هذا أيضا وصف يأتيك كثيرا في القرآن، والله عز وجل أيضا ذكر هذا في مشاهد يوم القيامة، وهو يقول سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. ها، ثم ماذا؟ إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عمن؟ عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ إيش قالوا؟ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يا أخي، يا هذا باب يعني حرمان المساكين والتكبر عن معاناتهم وعدم الشعور بمأساتهم، هذا طريق إلى جهنم. وبالعكس، الرفق، الشفقة، المواساة، إطعام الطعام، هذا طريق يقود إلى الجنة. فلا تعجب إذا ما قلنا إن أحد مقاصد الصيام وهو ركن من الأركان في الإسلام أن يوصلنا إلى المواساة لإخواننا والشعور بهم، وأن نشعر بمعنى ما يجده المسكين والفقير والجائع. هذا مقصد كبير. فإذا حصل هذا في القلوب سيترتب عليه شيء عظيم من محكمات الشريعة وأصولها. ما هو؟ تآلف القلوب المسلمة.
إذا شعر الغني بمواساة الفقير اقترب إليه ودنا منه وعطف عليه، تآلفت القلوب وحصل بينها الشفقة المودة الرحمة، هذا المطلوب. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، هذا مقصد كبير. اربط هذا الآن معي بأثر ابن عباس رضي الله عنهما بحديثه الذي مر معنا قبل يومين، لما يصف وجود النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وكان أجود ما يكون في رمضان. إذن هذا مقصد، تتحرك القلوب شفقة عطفا، فما الذي ينتج عنه؟ جود وبذل وعطاء، هذا مقصد إذن في الإسلام. لاحظ كيف ربط الإسلام هذا المعنى بلون من العبادات تحملك على إخراج ما في الجيب والإنفاق والبذل، تفطير الصائمين. لماذا يقول: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجور الصائمين شيء؟ ليش؟ يريد أن يدفعك وأنت صائم، تحرك، هذه عبادة أديتها بصيامك، إذن أدي عبادة أخرى بالمواساة لإخوانك، بالبذل لهم، بالعطاء. الإسلام يربط بين هذه المعاني فتشعر أنها من المقاصد. من فطر صائما، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمراد بتفطيره أن يشبعه. هي قضية أن تعطيه تمرة وشربة لبن وتقول فطرت صائما، المسألة أكبر، أن تحمل على بذل وجود وعطاء. يقول: المراد بتفطير الصائم أن يشبعه. إذن هذا من المقاصد يا أحبة، أن ننظر إلى التكاتف التآلف ومواساة المسلمين، غنيهم لفقيرهم وواجدهم لمعدمهم. هذه إذن أربعة مقاصد تم الحديث عنها بعون الله عز وجل في مجالسنا السابقة. هنا سأتمم الحديث في العنصر الثاني بذكر ثمرات هذه المقاصد إذا تحققت. الآن تكلمنا عن مقصد تحقيق التقوى، وتكلمنا عن مقصد تزكية النفوس، وتكلمنا عن مقصد تحقيق الصبر، وتكلمنا عن مقصد تحقيق المواساة وتكافل المسلمين لبعضهم. هذه المقاصد يا أحبة، مع أن أعظمها هو التقوى وهو جماعها، يعني الباقيات إما تتفرع عنه أو توصل إليه، يعني التقوى سيكون من طريقها للوصول إليها تزكية النفوس، الطريق للوصول إلى التقوى التصبر، الطريق للوصول إلى التقوى الشعور بمواساة المسلم لإخوانه وعيشه لما يعانون وما يشعرون. هذه مقاصد ليس بينها افتراق، يكمل بعضها بعضا، تتداخل تتمازج، وهي أيضا تأتيك في إطار واحد لتشعر أن الله جلت حكمته لما شرع لعباده الصيام، أراد منهم تحقيق معنى كبير يصلون إليه بإمساكهم عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات، مع العناية بهذه المقاصد ليصلوا إليها. يا أحبة، والذي أكرمنا بالإسلام وشرع لنا الصلاة والزكاة والحج والصيام، والذي جعلنا مسلمين وأكرمنا بالعبادة بين يديه سبحانه، ما أراد جل جلاله إلا الخير لعباده، ولا أراد إلا إسعادهم في الدنيا والآخرة. هذه عبادات والله تورث السعادة، تورث الأنس والحياة الطيبة، إذا ما سلك العبد طريق الله كما أراد الله. المقصود والمراد أن نعبد الله كما أراد. عبادتنا لربنا ينبغي أن نحملها بفقه، ما الذي يريده الله منا في الصلاة؟ حركات آلية متتابعة، انتقال من ركن إلى ركن بشعور أجوف ونفس خاوية؟ لا. ما الذي يريده الله منا في الصيام؟ إمساك عن الطعام والشراب كإمساك كثير من البهائم والحيوانات أكرمكم الله، ثم إفطار بنهم وشره دون مراعاة لمقاصد الصيام؟ لا، ليس كذلك. ما الذي أراده الله منا في الحج؟ الاغتراب والتعب وإنفاق الأموال والافتقار، ثم تحمل المشقة في الأسفار والتراكض والتزاحم والتدافع لأجل أن نقول حججنا وانتهينا من بيت الله الحرام. هذه عبادات ظاهرها عظمة وباطنها إخبات وافتقار وإقبال إلى الله بنفوس زاكية. الجمع بين هيئات العبادة الظاهرة ومقاصدها الباطنة يحقق لنا معاني السعادة أجمع في الحياة، ويجعلنا نعيش أسعد البشر على وجه الأرض. بماذا؟ ليس بمال واسع، ولا بغنى فاحش، ولا بمتاع الدنيا الزائل، لا والله، لكن سنعيش سعادة لا يسعها أرض ولا سماء
بالعبودية الحق لله سبحانه وتعالى. إذا ما شعرنا أننا بصيامنا نمتثل مراد الله، وأننا بصلاتنا نقترب فعلا من الله، وأننا بحجنا أدينا ما أراد الله، متى قامت العبادة في حياتنا أيها العباد كما أراد الله، والله لن يسعنا سماء الدنيا ولا أرضها من السعادة، من الرضا، من الفرح، من الطمأنينة. ليس هذا خيالا ولا استرسالا في عبارة. النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام عاشوا أفقر عيشة وأقلها طعاما وشرابا ومتاعا، وما وجدوا في الدنيا من متاعها هذا لا قليل ولا كثير، لكن كانوا سعداء رغم ما كانوا فيه من الجوع والقلة. ينامون على حصير، يبيتون ليالي من غير طعام ولا شراب، ولا يؤويهم إلا سقف يخر منه الماء، وبيوت فراشها الحصير أو الحصى، ومع ذلك كانت نفوسهم ترفرف سعادة، لأنهم وجدوا في حياتهم معنى الرضا في ظل طاعة الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى سنقول: لن نحرم ما أحل الله عز وجل من الطيبات لعباده في الحياة، لكن نبحث عن تحقيق المقصود من خلقنا أيها العباد في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه المقاصد في الصيام التي تحدثنا عنها في ثلاث المجالس السابقة إن تحققت وإن وفقنا الله فأقمناها في صيامنا، سنرث ثمرات متعددة أوجزها في أربعة. أربع ثمرات ستتحقق: أولها صلاح النفس، فإذا صلحت النفس صلحت الأمة كلها. صلاح النفس لأنها حصلت التقوى والتزكية وحصلت الصبر. هذه المقاصد، إذا وجدت في صيامك صبرا وتزكية وتقوى هنيئا لك والله صلاح نفسك. إذن أنت عبد من عباد الله الصالحين، أنت من الخيار في الأمة، أنت رجل مبارك إن أقمت صيامك فحققت هذه المعاني. لاحظ معي، لو حصل مسلم في رمضان بصيامه صلاح نفسه، ثم حصلها ثان وثالث وخامس وعاشر وألف ومئة ألف، يا أخي كم سيصلح في الأمة؟ أما شعرنا أن مواسم العبادات في الإسلام كرمضان والحج وغيرها هي محطات تصاغ فيها قلوب العباد من جديد، تصهر فيها النفوس لتعود أكثر صلاحا وقربا وتقوى؟ هكذا ينبغي أن ننظر إلى مقامات العبودية لله عز وجل، وإلى مواسم العبادات، هي مواسم خير تحمل العباد على كل ما فيه سعادة وصلاح. إذن إذا صلحت النفس صلح المجتمع بصلاح أفراده، هذه ولا شك ثمرة جليلة، هي الغاية من إرسال الرسل: إصلاح البشرية، إصلاح المجتمعات، هداية الناس، إخراجهم من الظلمات إلى النور، استنقاذهم من كل فخاخ الشيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن، استنقاذ البشرية وإصلاحها تأتي أيضا في العبادات التي شرع الله سبحانه وتعالى. ثمرة ثانية: تكافل المجتمع ومواساته، هذا أيضا من محكمات الشريعة، أن تكون الأمة الإسلامية على قلب رجل واحد، أن يكون بينها التكاتف، التكافل، المواساة، التعاون، اجتماع المسلمين، الصف الواحد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. هذه معان عظيمة، تأتي العبادات الكبرى في الإسلام فترسي في الأمة هذه القواعد الكبار، وتعلمنا كيف نحقق الإخاء، وكيف نجتمع، وكيف يجمعنا الصيام كما يجمعنا الحج. جميل ذلك المظهر الذي تراه مع غروب الشمس كل يوم في رمضان في كل بلاد الإسلام، يجتمع الكل، تجمعهم مائدة المسجد أو سفرته أو البيوت أو المجالس أو الأحياء والقبائل، فيجتمعون، يجمعهم فطرهم بعد صومهم في ذلك اليوم. هذا اجتماع، كم يجد الناس في رمضان من جود الأجواد وإحسان المحسنين وتفقد الفقراء والأرامل والمساكين، حقا يجد كثير من أهل الحاجة في رمضان سدا لحاجتهم رحمة من الله بهم، وهو ولا شك لون مما نتحدث عنه من مواساة المسلمين لإخوانهم. هذا مشهد عظيم وثمرة رائعة من ثمرات تحقيق مقاصد الصيام. ثمرة ثالثة: تنظيم الحياة وترتيب الوقت. تدهمنا الفوضى في كثير من أيام الحياة،
ولا نزال نركض ونلهث في دنيانا هذه، فتعترينا أوقات وظروف ومواسم تختلط فيها الأوراق، نجاهد أنفسنا لتصحيح المسار. يأتي رمضان ويأتي الصيام، فإذا بك صائم في النهار قائم في الليل، قد خصصت وقتا لوردك وقراءة القرآن، فانتظمت أوقاتك أحسن ما يكون. ووجد المسلم في رمضان مثالا صادقا لاستغلال الوقت وتوظيف الزمان واحترام العبادة وأدائها في وقتها. يحترم المسلم وقت الفجر لأنه مبدأ العبادة، ويحترم وقت غروب الشمس لأنه وقت الإفطار، وما بينهما هو يجاهد نفسه لاستقامة حاله. ثمرة رابعة أخيرة حفظ الصحة، وأقصد به صحة البدن وما يجده الصائم بصيامهم من وقاية الأمراض وصحة الجسم واعتدال العافية وقلة السقم، كل ذلك بخواء المعدة وقلة طعامها. فقد قيل المعدة بيت الداء، فإذا قل طعامها في رمضان صحت الأجسام، ووجد الناس أثر ذلك في حياتهم. عمدا لم أجعل هذا في مقاصد الصيام، لأنه من الخطأ أن نقول شرع الله الصيام لأجل أن تصح أبداننا. لا، صحة البدن ثمرة وليس مقصدا شرعيا. وحديث صوموا تصحوا الذي يحفظه كثير من الصغار قبل الكبار لا صحة له. المعنى صحيح، بالصيام يصح البدن، لكن لما أريد أن أصوم لن تكون نيتي أن أعدل صحتي، لا، نيتي الامتثال لأمر الله. ثم يرزقني الله عز وجل ثمرة من ثمرات الطاعة له أن أجد أثر هذا في صحة البدن. فرق بين أن تقول هذا من ثمراتي المقاصد، وبين أن تقول لا هو مقصد بذاته. إذن الطب المعاصر اليوم يثبت أن للصيام أثرا عظيما، وأصبح اليوم مصطلح عند الأطباء حتى يسمونه الصيام الطبي وليس الصيام الشرعي، ويقصدون به الحمية عن الطعام والاقتصار على شرب الماء، ويسمون هذا الصيام الطبي. فيبقى المحتمي أياما متتابعات لا يأكل لقمة من طعام، يقتصر على الماء يشربه فقط. هذا وصف أطباء، ويرون في هذا علاجا، ويرون في هذا صحة للبدن. سأقرأ لكم عبارات بعض الأطباء، وبعضهم غير عربي وغير مسلم والكلام مترجم. يقول أحد منهم وهو ألماني في كتاب له سماه العلاج بالصوم علاج المعجزات، يقول العلاج بالصوم علاج المعجزات، ويساوي أثر الصيام على البدن بأثر الجراحة الطبية. يعني يقول أليس يحتاج الطبيب أحيانا أن يتدخل بالجراحة فيستأصل عضوا أو يصلح خللا؟ يقول أثر الصيام في البدن كأثر الجراحة والتدخل الطبي. طبيب آخر أيضا أوروبي يقول إنه من المهم أن نطلب من المريض أن يصوم ويخسر بعض وزنه من أجل أن يحصل على الشفاء التام، خير من أن نملأ بطنه بالعقاقير والأدوية وجميع أنواع الغذاء. يقول لو خيرتني أعطيه جرعة كبيرة من العلاجات والأدوية حتى أعالج به الخلل والسقم الذي يشتكي، يقول لا، أفرغ جوفه وأجعله يصوم فتفرغ بطنه، هذا أنفع له. سبحان من شرع لعباده الصيام فكان صيامهم صحة لأبدانهم. يقول أيضا بعض أهل العلم نقلا عن بعض أطباء الفرنج، يقول صيام شهر في السنة يذيب الفضلات المميتة في البدن منذ سنة، فشهر واحد في السنة كفيل بتحقيق ذلك. يقول أحد الأطباء المسلمين أيضا من المختصين بالعلاجات النفسية، يقول فإلى من يترددون إلى عيادات الأطباء طلبا لدواء يذهب عنهم التوتر العصبي والأرق والكآبة وغيرها من الأمراض التي تذهب بالعقول، هاكم رمضان لو تمسكتم بروحانيته وما يضفيه على نفوسكم من خير لما احتجتم في يوم إلى ما لا نهاية له من علاج ودواء. هذا كلام أطباء ويقررون هذا، ليس مبالغة ولا مجازفة، ولا تقول كلام بعضهم كلام مسلم يتعاطف مع دينه فلا بد أن يقول أي كلام. بعضهم حتى من غير المسلمين يقرون بما للصيام من أثر. اليوم أثبت الطب هذا الكلام، فنحن سنقول صيامنا نؤديه عبادة لله فيورثنا الله جل جلاله صحة في أبداننا. هذه تعد من الثمرات
التي التمسها الناس اليوم وربما كان في طيات ذلك أضعاف أضعاف. طبعا بين قوسين سنقول الصيام هذا الذي سيحقق حفظ الصحة ليس صيام بعضنا الذي يجتهد إذا ما أفطر أفطر على سفرة مليئة حد التخمة ثم لا يزال يأكل بين المغرب والفجر ما شاء الله خوفا من أن يدركه الفجر ويجوع لحظة، فإذا جاء وقت السحور أيضا ملأ معدته بما يسعه أن يظل يهضم فيه حتى المغرب. كل هذا ليس مما يحقق صحة البدن. ويدلك على التصرف العجيب في هذا أن كثيرا من البيوت المسلمة للأسف يصبحوا يستهلكون من الطعام والشرب في رمضان أكثر من غيره في أيام العام، والمفترض أن يكون العكس. لكن على كل هذه مقاصد أتينا عليها في إيجاز سريع، كان المقصود من كل ذلك يا كرام أمر واحد بالدرجة الأولى، أن نجعل نصب أعيننا ورمضان على الأبواب وأيامه بين أيدينا، نسأل الله أن يبلغنا بفضله وكرمه، أن نجعل نصب أعيننا أننا بصيامنا والله يا إخوة نرتقي مراقي عظيمة في شريعة الإسلام، أننا بصيامنا نحقق مقاصد جليلة، أن صيامنا أعظم وأكبر من مجرد جوع وعطش، لا والله صيامنا تقوى، صيامنا تزكية للنفوس، صيامنا سمو في عالم الإيمان، صيامنا تهذيب للأرواح، صيامنا رقي في السلوك والأخلاق. رمضان مدرسة ذات 30 يوما يتخرج منها العباد بعد الصيام عبادا أتقياء صالحين أزكياء، يتخرجون منها أولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بصيامنا نستطيع أن نلحق بركب السلف ممن قرأنا أخبارهم كثيرا وتعجبنا من قصصهم كثيرا وظننا أن باب الولاية هذه صفحة طويت في تاريخ الأمة، لا والله يمكن أن تكون وليا من أولياء الله، ويمكن لي ولك ولكل مسلم أن يحقق الولاية. ما أغلق الله بابا من الكرم والفضل على أحد من عباده في الأمة، الباب مفتوح إلى يوم القيامة، لكن من الذي تشتاق نفسه؟ من الذي تعلو همته؟ من الذي يتفتح قلبه فينطلق يحث الخطى يبحث عن كرم الله عن فضل الله؟ باب الله مفتوح وعطاء الله يغدو ويروح، والمسلم العاقل ينتهز تلك الفرص ويقبل عليها بشغف بنهم، يتعلق بطمع في رحمة الله وبما في عظيم فضل الله. هذه أيام مقبلة الخير فيها كثير والفضل فيها عظيم، والكل سيدرك من رحمة الله ما كتب الله له، فاستنهضوا العزائم أيها الصالحون وحثوا الهمم، واجعلوا من رمضان في أيامكم المقبلة موسما كبيرا، لن أقول لصيام نعد فيه الأيام بل لمتعة نشتاق فيها مع الأيام، كلما مر يوم تحسرنا عليه ووددنا أن لو امتدت الأيام لما فيها من متعة الصيام والقيام ولذة العبودية لله. هكذا فقط سيكون صيامنا صفحة مشرقة من صفحات التلذذ بالعبودية لله، وسيتحول والله ما كنا نقرأه في أخبار السلف والصالحين والصحابة والتابعين من عجائب عبوديتهم لله وصلاح ما يجدونه في نفوسهم وأحوالهم، سيتحول إلى واقع نجده في حياتنا، إلى أثر نلمسه لما نحسن سلوك هذا الطريق. كان هذا هو المقصد الأكبر من طرق هذا الموضوع وتناوله في هذه الدورة. أسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اكتبنا بفضلك وكرمك ومنتك في خيرة عبادك الصالحين وأوليائك المتقين وحزبك المفلحين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أقرب من تقرب إليك ومن أوجه من توجه إليك ومن أخصهم زلفى لديك يا حي يا قيوم. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من بركة رمضان وفتحه ونصره وهداه ما تقر به عيون المسلمين. اللهم اجعل لنا في شهر الخيرات هذا شهر خير ومغنم وبركة على أمة الإسلام جمعاء، اللهم اجعله أيام خير وعز ونصر، أبدل فيه يا ربي ذل أمتنا عزا وقهرها نصرا
وغمتها وكربتها فرجا ونصرا وفتحا قريبا. إله الحق يا سميع الدعاء، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.